السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض شرح المنصة بتاعة دي بيلدر، ودي منصة بقى فيها حساب التكاليف، بقى فيها الفور دي، فيها موديل البيم، فيها تكامل وانتجريشن بين أقسام كتيرة جدا، وده اللي احنا كنا مفتقدينه في المجال بتاعنا. دلوقتي هنشوف مع بعض البيم فيور ده. انت بعد ما بترفع الموديل وهتلاقي شرح الحاجات دي في الفيديوهات السابقة وفي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله برضه. هنيجي هنا هقول له مثلا عايز اشوف الموديل والاوبجكت تري. الاوبجكت تري بيبدا يجيب لي العناصر بالشكل دوت، سيلينج، دورز، فلورز، سلاب ايدج، وول، ويندو. تقدر تعلم على اي جزء فيهم بالشكل دوت. هنا المودلز بيجيب لي الموديل كامل، المشروع كله عامل ازاي. يعني ممكن اقول له مثلا انا مش عايز اشوف الدور دوت، مش عايز اشوف الدور دوت، شايف ده دوت، فيبدأ يخفي لي العناصر اللي انا مش عايزها ويجيب لي بس العناصر اللي انا عايز اشوفها بس بالشكل دوت. ممكن تقول له ديليت لجزء معين، ممكن تعمل سيلكت للاجزاء ديت وبعد كده تقول لها مثلا انا عايز اعمل موف، اعمل سيلكت، عايز اعمل موف ليهم، عايز ابدأ انقلهم بالشكل دوت العناصر بس اللي انا عامل لها تحديد. ممكن تيجي تقول له لا انا عايز اشوفهم كلهم. ممكن تعمل سيرش على كلمة معينة وليكن مثلا 12، يبدأ يجيب لك الدور دوت. وهتلاقي هنا هتلاقي هنا سيليكشن، لو انت عايز تعمل سيلكت على اجزاء معينة. ويجي تقول له انا عايز اد سيليكشن جروب، يبدأ يضيف لك العناصر اللي انت مختارها دي كجروب موجود هنا. هتلاقي برضو البروبرتيز، فيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعت أي عنصر تعمل عليه سيلكت. يعني عملت سيلكت على العنصر دوت، بيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بيه، مثلا الجنرال، الكوردينيشن، الأناليسيس بتاعه. طبعا كل عنصر بيبقى ليه معلومات مختلفة عن العنصر الآخر. يعني أختار من الشباك بتلاقي العناصر اختلفت. وعندنا الفيو بوينت، تقدر تاخد اكتر من فيو بوينت بحيث تقدر ترجع لهم. يعني ممكن تقول له اد فيو بوينت بالشكل دوت، وبعد كده تغير الشكل تقول له اد فيو بوينت. ده بيفيدني ان انا اقدر ارجع للقطه اللي كنت فيها من شويه في وسط الاجتماع. مثلا اقول له احنا عندنا مثلا مشكله في المكان دوت، عندنا مشكله في المكان دوت، فتقدر تتنقل بين الصور وتقدر تعمل جروب. يعني في جروب للحاجات اللي فيها مشاكل، تعمل جروب للعناصر الجديدة اللي احنا عملناها ابديت في الموديل.